بكم القاهرة والناس تشارككم الحداد على شهداء مصر الأبرار ونشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس: هناك دعم خارجي وراء التفجير ونخوض حرب وود ضد الإرهاب. آخر ما كتبه شهيد العريش: كل عام وقلوبكم أنقى وأطهر. الشرقية تهتف: لا إله إلا الله، الإخوان أعداء الله. وإليكم تفاصيل النشرة. هناك دعم خارجي وراء جريمة التفجير في شمال سيناء، هذا ما أكده رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في كلمته للشعب المصري عن أبعاد جريمة التفجير في شمال سيناء، مضيفا: من حقنا أن نتأثر من الحادث الإرهابي، ولكن علينا أن نعرف أبعاد المؤامرة التي تحاك ضدنا، مؤكدا أن الحادث استهدف كسر إرادة الجيش عمود مصر، لافتا إلى أن هدف الحادث الإرهابي استهدف كسر إرادة مصر والجيش، لافتا إلى أن شهداء الجيش سقطوا فداء لبقاء مصر. مهم قوي يبقى عارفين الهدف اللي المقصودة بيه العملية اللي اتعملت ديت. هقولكم في الأول إن العملية ديت ورا منها دعم خارجي، في دعم خارجي تم تقديمه لتنفيذ هذه العملية ضد جيش مصر بالشكل اللي احنا شفناه ده. طب ليه الكلام ده بيتعمل؟ عشان خلي بالكو وكلام الكل المصريين، الكلام ده معمول عشان يكسر إرادة مصر والمصريين، الكلام ده معمول عشان يكسر إرادة الجيش ويكسر جيش مصر باعتباره العمود، عمود مصر. هو انتوا يا مصريين ناويين تنجحوا؟ هو انتوا يا مصريين ناويين ترجعوا الدولة مرة تانية؟ هو انتوا بتتحركوا في كل الاتجاهات وتحققوا نجاح في كل حاجة؟ لا، مش مطلوب ان مصر تنجح. مصر تخوض حرب وجود ضد الإرهاب، هكذا وصف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حرب مصر ضد الإرهاب، مضيفا في كلمته للأمة أن مصر ستنتصر على كل أعدائها طالما أن المصريين واقفين ومنتبهين ومدركين أن الهدف هو إسقاط الدولة، والدولة لن تسقط بفضل الله والمصريين، مؤكدا أن الشعب المصري يقف مع جيشه وشرطته، ولكن الخطر الحقيقي أن يتدخل أحد بينهما ولا يستطيع. وأضاف الرئيس خلال كلمة له للأمة: نتحرك لإعادة الدولة المصرية إلى مكانتها أو ما نريد، وهذا ليس سهلا. انتبهوا لما يحاك لنا، كل اللي بيحصل ده احنا عارفينه متوقعينه واتكلمنا فيه وقلنا عليه من قبل 3/7، من قبل 3/7، واحنا عارفين ان ده مشوار احنا هنمشيه وامر احنا هنقابله، وكنا بنقول يا يقابلوا المصريين يا يقابلوا الجيش، فقلنا الجيش يقابله. مش عايزين نتهز، اوعى تتصوروا ان سقوط ولاد مصر ما يوجعناش، لا ازاي، بس ولاد مصر دول سقطوا عشان تفضل مصر. وانا قلت مرة قبل كده ده سقط وفي شهداء سقطوا قبل كده وفي شهداء هيسقطوا تاني وتالت، لان دي قضية وحرب كبيرة. تطبيق إجراءات أمنية جديدة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة لإنهاء الإرهاب، هذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وهو يكشف للأمة المصرية أبعاد العملية الإرهابية في شمال سيناء، مؤكدا لا يستطيع أحد أن يتدخل بين الشعب وجيشه. وأوضح أن هناك إرهاب يتم مواجهته خلال الشهور الماضية، والمئات من الإرهابيين تمت تصفيتهم، والمعركة في سيناء ممتدة ولن تنتهي خلال اليومين. وجهنا رسالة إلى الشعب المصري قال فيها: اطمئنوا والغد سيكون أفضل، مشددا على أن كل المصريين على قلب رجل واحد. أنا قلت أن المعركة في سيناء معركة ممتدة،
مش هتخلص ابدا في اسبوع ولا اتنين ولا شهر ولا اتنين. من فضلكم احنا ثابتين وراسخين كلنا، ومحدش ابدا هيقدر يكسر لا ارادة المصريين ولا ارادة الجيش، ولا ابدا حد هيقدر يخش بين الشعب المصري ووحدته وبين قيادته. ده الخطر الحقيقي. احنا النهارده وامبارح خدنا اجراءات، والاجراءات اللي خدناها النهارده هتبقى في اطار التطور اللي حصل ده، يجابه تطور من عندنا. والمنطقه الفاصله بين او المنطقه الحدوديه بيننا وبين القطاع لابد هيبقى في اجراء بيتعمل عشان ننهي المشكله دي من جذورها، مشكله رفح والمنطقه الحدوديه. في اجراءات هتتخذ كتير خلال الفتره القادمه. نسال الله المغفره والهدايه. كانت هذه الكلمات اخر ما كتبه الشهيد الملازم اول محمد ابو غزاله احد شهداء حادث العريش الارهابي. وكان اخر ما كتبه الشهيد عبر صفحته على فيسبوك: عام هجري مضى، نسال الله المغفره لما مضى والهدايه لما هو ات. كل عام وانتم الى الله اقرب، كل عام وانتم على الدين احرص، وكل عام وقلوبكم انقى واطهر، كل عام وانتم في سعه رزق وبركة. لا إله إلا الله، الإخوان أعداء الله، هذا ما ردده الأهالي أثناء تشييع جثمان الشهيد علي أمين بقطاع الأمن الوطني بالشرقية في جنازة عسكرية حضرها قيادات الداخلية. وطلب الأهالي بالقصاص العاجل من الجناة، واتهموا عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بقتل الشهيد. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.